الأراضي السعودية في أجواء أوروبية. ثلاثين كانت أول بطولة لكرة اليد في العالم، ويومها حقق الألمان، حقق الألمان يا عبد الله يا حسين البطولة. العام القادم إن شاء الله لهذا الفريق البورغو الحراسة، الحراسة لديه حديث كبير اليوم، صراع الأقوياء هنا الشامبيونز ليج. أول الأهداف فقط، إذا على التنفيذ الله، حاول فيها ستة، حاول فيه طبعا تسجيل الهدف، لكن أيضا يصطدم بهذا الحارس العملاق المشهور واحد من أعظم حراس كرة اليد في العالم. هنا المحاولة، الله الله عليك، الله عليك. نيلسون هنا التسديدة ونجاح على مستوى الدائرة، جميل، تسهل المهام على حارس المرمى. محاولة الاختراق من هذا اللاعب، الخبرة، خبرة ميدانية هذا اللاعب كريستينس نيكولا، لاعب رقم 13 وهو دنماركي على فكرة. نوس حاول، لكن هو شوف يأتي بالحلول أيضا. الألماني قادر أن يجعل الفارس، تابعوه، ضعوه في كبر عليه الزوم، لديه إمكانيات كبيرة، ثلاثة أهداف وبالتالي يمسو. هنا هذا واحد من أميس اللاعبين على الإطلاق أيضا لألفون، الدفاعية المتابعة أيضا. سبيتس يخطف الكرة، اللاعب الهولندي يمررها أيضا، إيجاد الحلول السريعة على مستوى الله 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 الله, الله. والله هنيا تدرس على آخر الطريق، وصل للمباراة للتعادل. وبينت مدرب الفريق ماغديبورغ الألماني يريد التأكيد على أهمية الهجمة. نصف دقيقة راح نشوف، 20 ثانية ليس خلاص، شوط المدربين. المحاولة، الله، تسديدة ونجاح، لاحظ قدرته على التدوير، على إيجاد الحلول، اللعب على الدائرة، الله 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 الله، حلوة اللعبة. كأس العالم في 2019، الله 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 الله، جورجي المقدوني، يا سلام، يا الله، جاي يجيد صناعة هنا 7 أمتار، الله 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 الله. لكن أيضا المتابعة، فيليكس نيكولاس، شوف الألمان، شوف الهجوم الخاطف والسريع والتأكيد على الهدف من عمر انجلي مكيسون مليها، يا الله، حلو حلو حلو، شوف التمريرة الجميلة، شوف التمريرة، يعني هنريك التيم لعبها بشكل حلو. الدولي غسيل الصحون لربما يأتي الوليمة بأكملها، وعبد الله دياب توقع أن يكسب اللقاء ماغديبورغ. شوف، إذا التوقعات عبد الله دياب كانت صائبة، ماغديبورغ إلى